صعدوا للدرجة الأولى النهاردة كمان على معسكر الإعداد للنادي الأهلي، وبنقول له مبروك. هي جت متأخرة شوية لكن هو يستحقها، إن هو إحنا عاصرناه في قطاع الناشئين، قعد معانا حوالي 3 أو 4 سنين بيشتغل بإخلاص وبحب. لما جت له الفرصة في الدرجة الأولى مازال الحب والإخلاص برضه دي سمته. كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحياتي ليك يا كابتن خالد. تحياتي ليك يا كابتن أسامة، ودايما متألق كده. وشنا حلو عليك طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ ده حاجه مش جديد عليك يعني، طول عمرك وشك حلو على كل الناس اللي انت بترتبط بيهم يعني. قعدت معانا في قطاع الناشئين حوالي 3 أو 4 سنين، عملنا شغل مع بعض يعني، كنا دايما يعني سبورت لقطاع الناشئين، وكان دايما الحمد لله النتائج كانت اكثر من رائعه. دلوقتي الكابتن خالد بيبو يعني في المنصب الجديد مدير الكره، بنبارك لك طبعا على ثالث العالم، بنبارك لك على السوبر المصري، لو حتى يعني المباركه متاخره لكن ده يعني تستحق، وكل اللعيبه وكل الجهاز الفني يا كابتن خالد. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، ومبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي يعني. احنا كنا املنا في اكثر من كده واشتغلنا على 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 كده، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وربنا كرمنا بالمركز الثالث، وكنا نطمع في اكثر من كده. طلعنا على كاس السوبر، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد بطوله كاس السوبر يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الفتره اللي جايه بقى كابتن خالد، طمنا على الفتره اللي جايه، فتره معسكر الاعداد اللي هيقام يعني بعد ايام قليله، حطينا في الصوره اخر الاستعدادات، رجعتوا بنشوف ما شاء الله التدريبات بمنتهى الجديه منتهى التركيز. طبعا يعني في البدايه احنا طبعا عندنا مجموعه من اللعيبه كتير قوي في المنتخبات منتخب مصر وبقيه المنتخبات، فعندنا طبعا مجموعه من اللعيبه الناشئين متابعين بشكل كويس عشان تبقى عارف، بس احنا ما يعني القصه دايره بشكل منظم، كل الولاد الفرق القطاع الناشئين متابعه بشكل كويس، الماتشات كلها بتاعتها احنا شايفينها متابعينها كويس، كل فتره بيبقى فيه موجود مجموعه من اللاعبين مع كارلوس بيشتغل معاهم وبيديهم شغله، فبناء على كده جينا لما احتاجنا دلوقتي مجموعه من اللعيبه، هو اخترنا المجموعه وهتبقى معانا في الفتره دي بتاخد التمرين، وان شاء الله تبقى موجوده معانا في المعسكر، وتاخد ان شاء الله يبقى في مباراه وديه، ياخدوا معانا المباراه الوديه، وده هو اللي احنا بنشتغل عليه بقالنا فتره، ان يبقى في تواصل ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول على طول، احنا شايفين اللعيبه وشايفين بيشتغلوا ازاي وبيأدوا ازاي ومتابعينهم يعني. اخر الاستعدادات يا كابتن خالد لمعسكر الاعداد. يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل منتظم، الاجراءات طبعا اللي هي بتاعت اي معسكر، التأشيرات، الطيران، اذا كان المباريات الوديه اللي اتلعب هناك، كل حاجه بتترتب بشكل منتظم زي ما احنا متعودين. ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله هيبقى يوم 20 ان شاء الله بدايه المعسكر يعني. اكيد في لعيبه من الشباب هتكون متواجده في المعسكر يا كابتن خالد. اكيد، انا بقول لحضرتك ان هم موجودين معانا، بياخدوا الشغل مع اللعيبه وهم بيأدوا بشكل كويس، ودي فرصه بالنسبه لهم، وان شاء الله هيبقوا في موجودين معانا يعني ان شاء الله في المعسكر ان شاء الله. هيكون في اكيد مباريات وديه في معسكر الاعداد. اكيد ان شاء الله، اكيد ان شاء الله، لسه بنرتب الحاجات كلها. تمام. المعسكر كله بيترتب ومتنظم بشكل جيد، ان شاء الله كل حاجه هتبقى في وقتها هنقولها على طول. تمام. فرصة وانت موجود معانا النهاردة على الهواء يعني تطمنا بقى على الوافد الجديد ومهاجم الأهلي الجديد وسام أبو علي، يعني دخل في الأجواء، دخل في أجواء أوضة اللبس مع اللاعبين في الأجواء المصرية، وقول لنا أخباره إيه في التدريبات. والله بص، انت انا ما حسيتش ان هو غريب يعني، ما حسيتش ان هو لعيب جاي، لا على طول دخل مع اللعيبة، واللعيبة استقبلته طبعا بمنتهى الحب ودخلوه على طول ومعاهم في الجيم، ودخلوه معاهم على طول يعني عرفوه بكل مكان، كل مكان جوه النادي، وهو بصراحه يعني انا شايف في عينيه طبعا يعني السعاده، يعني في سعاده مالي يعني، والتمرين كويس، بيتمرن كويس جدا، التمرين يعني بيأدي بشكل كويس، في انبساط بالتمرين، انبساط بالجو، انبساط بالمقابله،
ده الحاجات دي كلها بتساعده ان هو يبقى يخش مع الفرقه على طول يعني. عامل اللغه ان هو بيتكلم عربي ده فارق اكيد يا كابتن خالد، كمان الفتره فتره التوقف دي هتفرق معاه بشكل كبير. انت عارف طبعا موضوع اللغه طبعا بيسهل عليه كل حاجه جوه في التعاملات في الحركه في الكلام مع زمايله في ان هم يفهموا بعض بسرعه. لعيبه حباه بمنتهى الامانه بتتكلم معاه طبعا بشكل كويس جدا وهو حابب ان هو بيتكلم معاهم. فلقيت في قصص ابتدت تتحكى قصص ومواضيع بينه وبين اللعيبه، فده حاجات بتبقى كويسه من بدري بتساعد ان هو يعني يتاقلم بسرعه. والتمرين كمان دلوقتي في اجواء هاديه ما فيش ضغط مباريات، الكلام ده كله بيساعد ان هو يتمرن بشكل كويس يعني. شفنا محمد شريف هو واحد من اللعيبه اللي بيحبها وبيحترمها كل جمهور النادي الاهلي، كان ليه زياره لما جه في اجازه زار النادي الاهلي، زار زمايله اللاعبين، وكان في استقبال رائع منكم كمان لمحمد شريف. النادي الاهلي يعني مفتوح لكل ابنائه، اي حد من اللي ادى جوه النادي الاهلي وعمل مجهود وبذل مجهود كبير جدا طول فترات وهو موجود، النادي الاهلي بابه مفتوح لكل الناس، هو ده اللي اتعودنا عليه، كل اجيال النادي الاهلي موجوده في النادي الاهلي، اي حد عايز يبقى موجود في التمرين، اي حد بيبقى عايز يبقى موجود بيشوف زمايله، دي حاجه كويسه. محمد شريف لعيب كبير وادى بشكل كويس معانا وما عندوش اي اخطاء حصلت جوه النادي حقيقة. وبصراحه يعني هو لعيب مميز، لما يكون عنده اجازه وحابب ان هو يجي يشوف زمايله اللي لعب معاهم مباريات مهمه واللي ادى معاهم بشكل كويس، طبعا الباب مفتوح يعني لازم تقابله كل حب يعني. اكيد. رضا سليم واحد من اللاعبين المهمين، للاسف يعني توقيت الاصابه كان توقيت صعب، وقبل كاس العالم للانديه وقبل السوبر المصري، يعني فتره انه يعني الاصابه ممكن يرجع بعد قد ايه واخباره ايه دلوقتي والبرنامج العلاجي كمان يا كابتن خالد؟ رضا خلاص يعني في المراحل الاخيره ان شاء الله قريب جدا هيبقى موجود بصفه كامله ياخد التمرين كله، احنا بس لازم نطمن عليه في الفتره الاخيره دي بس عشان في اشاعه لسه هتتعمل له. يعني ممكن يشارك في المعسكر الاعداد اللي جاي ولا لسه برضه شويه؟ لا لا لسه شويه، لسه شويه. احنا انت عارف عندنا اهم حاجه سلامه اللعيبه. طبعا طبعا احنا اللعيب بياخد يعني حقه في الاستشفاء في ان هو يرجع من الاصابه عشان ما تعدوش الاصابه تاني، واحنا عندنا وقت في التوقيت ده ان احنا يعني يقدر ياخد وقته يعني من غير الاستعجال يعني. وكوكا كمان. وكوكا كمان. كوكا كمان طبعا اصابته اصابه جديده طبعا في توقيت بالنسبه له هو توقيت مش كويس، كان فرصه ان هو في منتخب مصر في التوقيت ده. بس طبعا الاصابه دي يعني قدر ربنا يعني. هو بيتعامل معاه بشكل كويس وطبعا موجود تحت الملاحظه وبيعمل جلسات وبيشتغل على بقيه يعني بقيه الجسم وماشي كويس يعني. تمام. كابتن خالد يعني اكيد او عايزين نسالك في تواصل مع لاعيبه النادي الاهلي المتواجده في منتخب مصر في كوت ديفوار، واكيد في مسانده ودعم منكم اللاعيبه، في تواصل يا كابتن خالد؟ اكيد طبعا اكيد طبعا بتكلم معاهم وبطمن عليهم ولسه قبل الماتش بيومين اتكلمت الشناوي طبعا. انت مش عايز طبعا تعمل للعيبه توتر كتير يعني تقعد لا خلاص انا بتكلم معاهم خلاص طمنت اموركم تمام كويسه، حتى قال ديان كلمته وبيرسي وكلمته وعلي معلول بعت له يعني كل لعيبه تواصلت معاهم وطمنت عليهم ان امورهم كويسه، خلاص سيبهم بقى يركزوا في المباريات، محتاجين حاجه مش محتاجين اي حاجه انا موجود يعني، تواصلنا وطمنت وكله تمام، فخلاص سبتهم بقى يركزوا في المباريات. وصلت مع عمر كمال؟ لا سيب عمر شويه، انا عمر يعني لا ولا كلمته لحد دلوقتي؟ لا لا سايبه خالص. سايبه مركز. ربنا يوفقهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. اشكرك يا كابتن خالد، شكرا جزيلا. كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي، كانت مداخله مهمه عشان يعني يوضح معسكر الاعداد اللي ان شاء الله يعني خلال الايام القادمه هيكون للنادي الاهلي، وايضا يعني استكمال مرحله الاعداد، وهيكون في مباريات ايضا لتجهيز اللاعبين، وكمان زي ما قال الكابتن خالد بيبو هيكون في عدد من لاعبي او ناشئي النادي الاهلي هيتواجدوا اكيد في المعسكر وهيكونوا مشاركين في المباريات الوديه. وكمان طمنا على رضا سليم واحد من اللعيبه المميزه جدا،
يعني ان شاء الله قريبا هيعود للملعب مره اخرى. نروح لفاصل، وبعد الفاصل المدير الفني لفريق 2010 كابتن احمد عطيه، والكابتن صالح المغاسي المدرب العام، ولكن بعد الفاصل.